فرحانة ياسر انتم جيتوا تفرجوا فيلم وقعدتوا النقاش وهو معنا لمين وكان عندكم سؤالين تحبوا تسألوهم على الفيلم وشو عجبكم شو اللي ما عجبكمش معناها تتفاعلوا معاهم. مرة اليوم باش نحكي على السينما الكونتكست تاع السينما مي دخلت برشا حاجات دخلت الفقر المعاناه الجزائريه شنو تعاني مع الكوتيديان نتاعهم كيفاش ياكلوا رخيصه غاليه معناتها بعدت على السينما وحكيت على كل شيء ورجعت في الاخر للسينما هذا اللي عجبني في الحكايه معناتها خذيت الانتوراج الكل تاع الكوتيديان تاع الثقافه تاع خذيت المسلم المتطرف شويه تمام المتطرف شويه اللي المتفتح المراه الكبيره المراه الصغيره خذيت معناتها لي جون الكل في بس هذيك في العرش في هذيك في البلد هذيك بالذات هكا حسب ما فهمت فلي بوان انت كما متفاهم ولا جات بالازار ولا لا هي الحكايه انا ما كانش بيا تما السؤال اللي كان في بالي هو كيفاش تما دير فيلم في بلاد الناس ما يروحوش فيها للسينما فهمني خاطر يعني تما الجاست تاع تروح تدخل صاله تاع سينما وتريح مع الناس في سوايع في الظلام وانت تشوف حاجة يوروها لك هكذايا هو شيء ماشي طبيعي على الإطلاق يعني هو ثقافي هي وكي وفي الجزائر راحت هاد العادة تاع تما العادة الثقافية تاع ندخلوا صالة سينما ونشوفوا فيلم كيف تسمى وكي دير فيلم انت كي انت ما نعرف كي كان بالك غدوة يجيك في بالك تحب دير فيلم دائما تخمم تسمى شكون راح يشوف الفيلم دونك اي واذا الناس ما يروحوش يشوفوا سينما في الصالات تما شكون راح يدير واش ما عندها السينما في البلاد الناس ما يدخلوش يروحوا للسينما فاهمني تما ليا انا تما السؤال لازم يعاود يرجع للاساس تما سالك واش ما عندها السينما فاهمني هو في الحق يعني واش كان واش كان انتريسي واش كان واش كان همني انايا سي نروح نسير نروح كنت عارف كاع واش راح يصرا في الفيلم فاهمني نروح كنت حاب نروح هادو ما كاع تما الناس اللي كنت نشوفهم هكذا كل يوم ما جامي شفتهم في السينما فاهمني واش كنت حاب هاد الناس يرجعوا تما دي بيرسوناج دو سينما فاهمني مي دوك تما الدخله تاع السينما تاع تروح نحكي معاهم السينما كانت غير عفسه باش سبب باش يحكوا على حاجه اخرى فاهمني خاطر جاب لي ربي تما الجزائريين ما يحكوش بطريقه ديريكت فاهمني زيري تقولوا ورا يود لك يقول لك هنا دوك هي دي كاستيون بييج ولا هكير ماشي بياج لكن دخله برك يعني هاي دونك لعبي في نفس الكونتكست سيبل الخديد كل فاريتي الخديد الكل فاريتي اللي خدمت عليه من الجمعة كانت سبونتاني ولا يعني سنو هو يعني تلميني من عندي خدمت عليه هي سبونتاني بصح الحي اللي في المدفي هو حي شعبي وانا كنت حاب نروح للحي الشعبي لانه جاب ربي السينما هو فن شعبي يعني فاهمني من بعد مي في الصح فيلميت 16 ساعه والفيلم في ساعه و 29 فاهم تما مي لي بيرسوناج اللي خليتهم اللي حكمتهم في الفيلم هما دي بيرسوناج عندهم يا علاقه ديريكت هكذا مع السينما تما يحكوا على السينما باغ اكزومبل الشيخ هذاك اللي يقول لي انا كنت صغير كانوا يوروا افلام كنت نروح نشوف باليش انا بانور كنت نروح نشوف هكذا كاين اللي عندهم علاقه مع الصوره باغ اكزومبل الشيخ اللي يجي يحكي مع ديريكت مع لا كاميرا ماهوش يحكي معايا او يحكي مع لا كاميرا تما على باله بلي تما الصوره عندها قوه وعلى باله باللي عنده تسمى عندي سكور او حاب يوصله فاهمني دونك فينا ما ماشي يحكي معايا او يحكي مع الكاميرا باش يحكي يعطيك الصحه تسمى عنده علاقه قويه مع الصوره والفيلم قال هو يعني يلعب بين هاد زوج طبقات شايف كشغل يلعب بالناس اللي عندهم علاقه ديريكت مع السينما
وطبقة ثانية هو يلعب مع الناس اللي يحكوا على حياتهم، وهو شغل بين زوج عكسي فهمني. فما عن سخت ما حسينا اللي فما نساء حبوا يحكيوا عن discrimination ما بين المرأة والراجل والحجرة تاع الراجل. Sauf que ils ont pas pu développer peut-être ainsi peut-être anti par volonté cinématographique la justice à la grande allez كمل معناتها خرج معناتها الانسان اللي ما تكلموش على كيفاش الراجل يعاملهم غادي كيفاش عايشين هما مع الراجل معناتها حبوا يوصلوا المعلومة وما ما كملوش ils ont pas développé c'est une volonté معناتها cinématographique ou un choix social من عندك انت هي ديجا اذا نسى بلا ما قالوا يعني باللي كاين ظلم بين الرجال والنساء وانت فهمت باللي كاين ظلم بين الرجال والنساء معناتها باللي كاين حاجه جازت فهمني خاطر من خاطر من ذاك ما نفسها ساعات ماكش تي با اوبليجي تقول كلش خاطر كاين حوايج تفهمهم شايف بلا ما تقولهم باغ بوغ بوتيت نو كاين حوايج تعرفهم بلا 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 ما تقولهم فهمني باسكو الحاجه الثانيه هو سيك الفيلم ثاني يحوس يفهم واش تقدر توري واش ما تقدرش توري خاطر الناس يمدولك اي سون تري جينيرو مي عندهم دي باراج عندهم دي باراج اي مي الفيلم سي ثاني فيلمي هذا فيلمي تسمى حتى من الناس يقدروا يروحوا وتشوف انت راك تشوف راك حسيت باللي كاين فيه نقص باللي كاين ما يمدوش كلش مي كاين حوايج يجوزوا يستمعوا في هذاك النقص فهمني باسكو الناس على ما لازمتهمش الكلمه خاطر ما حبوش ما قدش ندفعهم ما فهمني هما يمدوا واش يحبوا انا يظهر لي هوني تنفهم بعرفش عقبه يظهر لي معك حاجه مهمه في الفيلم انه ما يدزش العباد باش يقولوا ولا في ثنيه ولا في ثنيه اخرى يخليهم هما واش باش يخرجوا كان وحلو ولا ما حبوش يقدموا ولا حاجه فما معناتها اي بليزيور ريبريز دو كوا avec ses mimiques. لخاطر يحس فما شكون تحس مثلا حتى كي تحكي مع عباد حتى مش في السينما تحس انك تنجم تقول له كل حاجه هكا يسمعها ويستنى برك باش تنغزو هكا باش يكمل فما اللي تحس فما تحبش تغصب على العمل. حسب ما فهمت من الفيلم كل اللي هو السينما، السينما مرتبط بكل ما هو سياسي ثقافي واجتماعي واقتصادي معناها تلخص في هذا معناها عباد تربط انت الكوتي سينما عباد متولية في السينما اللي تعشق السينما قطع السينما العباد الاخرى انديريكتومون تحكي على السينما انديريكتومون تحكي على الاقتصادية الظروف الاجتماعية نتاعها عن طريق السينما هذا اللي حبيت توصله فما حاجة أخرى اللي ورد في الفيلم فما بارتي تاع الاختلاف في بين الطيف المجتمع خاصة في الوقت اللي الكاميرا وقت البلون اللي هزيته العباد تهز في العباد الكاميرا تهز في العباد مختلفة ماشي جاية مدينة متحجبة مش متحجبة ديرافور عباد مختلفة خذيت على جهان هذه النقطة عجبتني في الفيلم مش هكا من الناس الكل انت بديت في قاعدة ومن بعد مشيت دار الاحداث وتنوعت القضايا تم شكون حكى على السينما القديمه تم شكون حكى على السينما الجديده من بعد مشينا قضيه الفقر قضيه المراه وغيره ومن بعد رجعت بينا للسينما اي رجعت بينا هذه اش حبيت توصل بها هو ظهر لي ان الناس اللي في الحومه هذه يحكوا على سينما ما يدخلولهاش فهمني يحكوا عليها كانوا عندهم فانتازيا على الصاله يتخيلوا واش كاين في الصاله ما دخلولهاش ويحكوا يقولوا صاله فيها سي صاله فيها سا مي ما يدخلو ها سي سا اي يا دي كو مي نهار لانه هذه العلاقه اللي عندهم مع الصاله هي نفس العلاقه اللي عندهم مع الدوله الدولة ليتا
كأنه يحكوا على شيء بما ناش عارفين صار فيه. وده لأنه يعني الصالة في سينما، الصالة في سينما في الفيلم ما نحكيها عندها نفس علاقة كدولة. ثم ما ندخلوا لهاش مريحين برا، كاين حيوية، كاين تناقض، كاين اختلاف، كاين علاقات بين الناس. مي كي ندخلوا لصالة سينما عندنا ديسكور ايديولوجي، لغة خشبية، خشبية ما عنده حتى علاقة مع 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 الحيوية تاع الناس. هي العلاقة بين أظن بين الدولة وما ما هو صار في الحياة اليومية يعني. ميسوني. هي تقصد شكون ميسوني؟ ميسوني اسم الحومة. على ميسوني في الزمان. وي جي سي سي راكونتي، مي كوم سي سي بي ميسوني. لأن الحومة اسمها ميسوني هنا، وهي تقصد شكون ميسوني هذا؟ هو كاين زوج ميسوني، كاين ميسوني رسام بانتر رياليست، رسام واقعي، وكاين ميسوني اخر هو سامبو، واحد جلاد خدمته جلاد. اي وهما في الحومه يقولوا في فرنسا. انا اظن ان الحومه مسميه على الرسام. مي في الحومه كاين يقولوا باللي مسميه على الحاجه ديال التو اللي على هذا ولا على هذا. انا اظن انه وانا على الرسام. هاي هاي خاطر صعيب شعب ربيع تعطيه اسم جلاد الحومه. بس انا مو نعرف الجزائر، معناتها الوالده الجزائريه والباب الوالد وصلوا لوش ميسونيه هنا بجنبي. صور صور يمكن الفيلم كان منظم هذا دخل بالثقافي مشى الاجتماعي بعد مشى عمل اقتصادي وبعد مشى البوليتيكي حطهم منظمين وفي قسم كتابة عشوائي لزيماج تفيق فيه والبرسوناج يحكي يدخل في قضية معينة. أنا حبيت في أسكو تعمدت باش تعمل الصور كيما هكاكا مرتبين ديتها بثقافي وإلا جد مع المونتاج مثل المونت حطها هكاكا. أنا كنت عندي في بالي نروح في الحومة هذيك كل صباح نجي نتكلم مع ناس السينما وبلعقل بلاغنا نتكلموا على حوايج حد أخرى، فهمني؟ مي ما كنتش عارف شنو يقولوا لي الناس، ما كنتش عارف إلا يهضروا معايا، ما كنتش عارف والو. فينا مو في المونتاج هو اللي زعما اللي رتبت الأشياء. دي كوبية كانوا حاطين مرصفين فوق بعضهم. مي هو سي هو يسي يرتب شيء يعني بنت زعما. يترتب الفوضى. هي هو فيلم يحاول يرتب الفوضى. هو فيلم على الفوضى. على الفوضى اللي موجودة في شارع الجزائر. ولكن مش فوضى. من الكلام تاع اللي نظف. تحس انه حابب يبين تحس انك حابب تبين انه الفوضى موجودة. غير من الموبايل ثم تنظيم مساج باينين واضحين. هذا واش كنت حاب نقول لك؟ ماشي غير فوضى سلبية. هي فوضى إيجابية أيضا. في خاطر فيها حيوية، فيها قوة. في حكاية وقت في الكلة ساعة ساعتين سوايا بسوايا لأنه هو فيلم على السينما أيضا. دوك والسينما هو وقت اختصاص السينما. أنا أظن أن يعني أظن إن كنت أتكلم بعربية فصحى الخطاب. بس خاطر السينما هو وقت أظن أن الاختلاف وش يميز السينما بارابور زوطخ زار سي لو طون.
ودو كاين فيها الحاجه. السؤال الثاني في وعلاش بعد كي جينا المونتاج بانت حكايه تاع كاين يوم يجوز وبعد كاين يوم ثاني يعاود يبدا. لا 10 ايام والحكايه تاع بان ولا ما بانش عندك كاين دي سيكونس يلزم نبان فيهم باغ اكزومبل كي باش نفيلمي هذوك الزوج نتاع اللي ما كانوش يبانوا. اي في الاخرين في الاخرين والله ما نعرف يا بقى يعني ممكن بالنسبه لي انا حاجه بطريقه اخرى يعني الايفوليسيون تاع المجتمع الانسيني شفنا الكبار في السن لي بيرسوناج جي شويه يحكي لي مع السبعينات وعلى الثمانينات وعلى الستينات كيفاش كانوا يمشوا للسينما. دونك ثم حركيه ثقافيه في الفتره هذيك في الجزائر. من بعد كي نحكي نشوف نسمع الجيل كيفاش يحكي لك على مشاكله هو وكيفاش ما يخدمش وكيفاش يلوج على خدمه وكيفاش دونك مشاكل الشغل تاع الشباب في الكارتي هذيك. وفي الفيلم اشترك الوليدات الصغار هكا اللي عاملين حفله في الاسباس ديال السان تبدل من سينما ثقافي الى وجود تاع مشاكل الى سينما طفولي. ما عادش نحكوا على سينما باش يعبر على 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 واقع اجتماعي معين في الكارتين هذيك خاطر حي شعبي وسينما مغلق جوست ان اسباس كيما تاع الصغار تاعو دونك ليماج هذايا تعكس واقع اجتماعي صغير. حبيت نعمل ترتيحه في الفيلم هكا الناس ماشيه وهكا ومش تضحك هذا قصد الصوت على الفيلم هذا صبها انت هذيك والا المساحه صبها انه المتفرج ما يغلقش الاهداف اللي قاعده تصير في فيلمها ونعطيها انا الفسحه باش يرتاح يضحك يشوف خاطر شفت شكون يضحك. وبعد تتزرب تزربنا هذاك ناني خاطر الطفله هذيك اللي نشوفوها مع الاخر دبلها ربي ماهيش ما تكلمش ما تكلمش كيما كاع الناس اللي شفناها قبل. تسمى كانت خاصتني حاجه اون سيكونس نزيدها باش ندوز مع كاع الناس اللي شفناهم الطفله الاخرى فاهمني. وكانه وحنا كي صح كي رحنا نفيلميو هذيك البلاصه حسينا كانت كانه شغل دخلنا في دوامة فاهمني؟ دوامة أوتوبية أي دخلنا في دوامة فاهمني؟ و تسمى هذيك لا سيكونس تاع الموسيقى بانت لي شغل كأنه تحب ترجع الدوامة قبل ما تجوز لحاجة أخرى مع الطفلة هذيك فهمت؟ إي نحب نسأل سؤال خصوصا كي يحكي على الحكاية هذه اللي من تاع السينما الرجولة كنا في الأخر خاطر هو كان يتفرج وبعد نشوفوا لقطة من فيلم جزائري من السبعينات اللي هو تحيا يا زيتو تاع محمد زينات اللي هو أنا حبيته يحكي على خاطر هو فيلم فيه تساؤل زاد على السينما وكيفاش نعملوا سينما في بلاد ما تمشيش فيها الناس السينما وكل شيء وكيفاش نعملوا سينما في بلاد اللي تعمل فيها السينما واللي كانوا فيها كان فيها مخرج معناتها هو اختاروا محبر المخرج هذاك ومن بعد معناها التساؤل نتاع السينما ورجوع للسينما أنه هي تقعد سؤال مطروح ومعناها كيفاش هو عمل كيف خاطر ورانا نقطة من تحيا يزيد وبعد هو عمل كيف معناتها هو تقفل الأفكار نتاعو ماذا بيه قلنا شوية على هال كيف السلالة كيف هو يقول تحيا يزيد ومحمد زينات هذاك أنا سلالتي كسينما جزائري في بلاد ما فيهاش سينما لكن فيها حب للسينما بما أنه فما مخرجين يحبوا يعملوا والشباب كيفاش يكملوا معناتها من جيل لجيل تحكي لنا قصة زينات هي حكاية قصر فيها بيان رزومي هي حكاية سلالة خاطر تحية ديدو فيلم مدار في السبعينات واحد المخرج اسمه محمد زينات عطاولو شوية فلوس باش يدير ان كور ميتراج عطاولو وزعما ان كور ميتراج باش يوري الجزائر فاهمني العاصمة ودار لهم فيلم تاع 29 اي دار لهم واحد فيلم تاع 29 دقيقه هو يعني سي شعر على 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 العاصمه وفيلم كيفاش فيلم العاصمه شغل مخلط فيه دوكيومونتير فيكسيون مخلط بيناتهم وعطى واحد الفيلم
يعني أي أي شباب بزاف. أنا في بالي أنا هو أحسن فيلم مدار على الجزائر على العاصمة. وكأنه كي فيلم في الستينات عطاك عطا صورة في السبعينات عطا صورة تاع وش لما تشبه الجزائر في السبعينات لأنه يعني خدار يعطيك تحس وشنو الجزائر في السبعينات فهمني وش كنت حاب ندير أنا دوك ندير فيلم شو تحس وشنو هي الجزائر في فوالا وقتنا دركا ولكن زعما يعني كنت حاب تولي مخرج ولا كاتب ولا شاعر ولا ما نعرف تحب تكون فنان كاين دائما في حكايه سلاله فهمني تحوس دائما تكون اللي دار كيفاش داروا قبلك يا ريفيرون شنو شنو كاين بوين يا dans la manière dont tu regardes les gens, c'est une tendresse absolument incroyable. حبيت نشكر لمين على الفيلم تاعو. كي شفت الفيلم شفت لي الطريقة تاع التصوير تاع لمين كيفاش يصور العباد هذوكم فما حنان كبير برشا خارج التصوير. محبة كبيرة. مي اون تندريس ريغوريوز. C'est pas une tendresse compatissante. Il y a, peut-être on peut appeler ça la bienveillance, mais une bienveillance avec un écart critique constant. Oui, je suis habituée à ça. Dans cette bienveillance vient s'inscrire la propre présence de la ville qui, même quand on ne le voit pas, on sait tout le temps qu'il est là, qu'il prend son temps pour écouter. Et c'est extrêmement très très rare. في المحبة هذه وفي الطيب القلب نشوفوا كيفاش لمين زاد ياخذ وقته تظهر الحكاية اللي لمين ياخذ وقته في يصور الشخصيات وهذه حاجة قليلة برشا في C'est-à-dire que le temps du silence est autant important que le temps des paroles parce que le temps du silence, c'est tout ce qu'on n'entend pas, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qui n'est pas là. Comme le cinéma n'est pas là, il va peut-être un jour disparaître, comme les cabines téléphoniques ont disparu parce que les portables existaient, comme le cinéma disparaît parce qu'on peut voir chez soi le cinéma. السكيت معناتها السكيت موجود برشا السكيت اللي هو ما فماش كلام كيما ما فماش سينما كيما السينما ينجم يصبح يعني ما عادش موجود كيما قبل كانوا فما تاكسيفون توا ما عادش فما تاكسيفون على خاطر فما تابلويت كيما السينما زاد ينجم يولي ما عادش موجود على خاطر توا نجم نخرج في الدار chemin qui leur prend être filmé, plein de tendresse, de là surgit un rapport intime de chacun à cette violence qui devient une violence historique. تاع لمين مع الشخصيات زادة مع العنف اللي هو عنف تاريخي وعنف اجتماعي Il y a beaucoup de documentaires, par exemple, beaucoup de cinéastes s'occupent de la vie des gens, de leurs valeurs, de leur société, de leur famille, etc. Là, et très souvent, il y a une violence, c'est-à-dire qu'on sent que la personne
partie du film veut tirer la question à la réponse qu'elle attend. Et là, c'est tellement vaste, c'est pas binaire, quoi. C'est une, ça ne sait pas, même quand on est face à un seul visage, on n'arrête pas de se spéculer. في برشا أفلام وثائقية نشوفوا لي مخرج يبدأ يأثر بالأسهل ياسر بالأسهل يحب يخرج بالقوة كان الجواب اللي يلوج عليه هو باش يفك الإجابة اللي يلوج عليه الفيلم تاع لمين ما نشوفوهاش بكل مكان هو مع حتى كي يبدا يصور باش تصير بركة احنا نحسوا روحنا سرحنا في برشا أفلام وفي برشا غير ما تكون حاجة مفروضة هيك نشوف فيلم كمل تعدى أمس العشية نشوف فيلم كمل يتعدى تو اللي تعدى الحمد الصباح بالحق أنت سبقتها بالشيخ الكبير هذاك كشك على السينما اللي بتيم والسينما الجديدة فهمتني؟ أنا ونتفرج نتخيل في اللي صار أمس العشية في الفيلم خاطر فيلم تيت بلغة أخرى ويشوف فيلم تو نقول مازال السينما بخير خليك نجاوبك على اللي قلته توا حسب رايي انا ما فماش نوع برك تاع سينما ما فماش نوع تاع سينما صحيح ونوع غلط ولا سينما ما كانوش سينما كان فما سينما كل مخرج عنده اختيارات كل مخرج كيفاش يحب يوصل المعلومه الفيلم تاع البارح مخرج اختار اللي باش يصور ولاد خمسه واللي باش يصورهم في العيشه نتاعهم تاع الشارع العيشة نتاع الشارع ماهوش باش يلاقوا حق بس هو اختار باش ما يلاقوهاش معناتها هو اختيار هذايا استيتيكي ولا اختيار اجتماعي اللي هو اما معناتها خاطر انت كيفاش حبيت توصل معلومة تقول انت تعرف هذاك ما تشوفش السينما انا اخترت الافلام اخترتهم معناها كيف اللي هما كل فيلم مختلفين على بعضهم ياسر ياسر لكن انا جاب لي ربي كيما لمين معناها انه فما نجم انا صار تقاطع من دراستي رغم اني نشوف الافلام مزوز مختلفين تماما وكل اختلاف التام بينكم مزوز هو اللي يدور نجم نشوف الامي صور في حومه اللي هي ماهيش حومته رغم اللي هي في المدينه نتاعو اللي هي زي العاصمه وقعد 10 ايام معاهم ربطت معاهم بالعلاقه الحميميه في 10 ايام وهو يسال فيهم ما كانوش يعرفوه عارفوه في 10 ايام حمزه اللي عمله قدم على 6 سنين مع اولاد حومته مش هو اللي قالهم هما يتكلموا معاك لكن اختار انه ما يسلسلهمش ما يعشهمش السلسله الكل وانا يظهر لي كي بداوا علاش كان مهم بالنسبه لينا ما نعديوش فيلم واحد قلت اثنين خاطر نجم نوريو اني ممكن نتفرجوا مع بعضنا في الفيلم حتى فيه كلام نادي ولا الكل وما يظهرليش لا اقل من فيلم اللي يعني مختلف وكهو فهمت وفينا المو معناها شنو اللي صار انا سمعنا الكلام الزايد وكل ما انا وصلنا بين مع شخصيات هذوك وفهمنا كيفاش يتكلموا خاطر هما معاه هما هذوك جماعه هما وكان يجي مخرج اخر يصورهم يسالهم تو يكلموا هما زاد نهار بين خاطر كل واحد يصور في الصوره خاطر حتى الفيلم لمين وقت يبداو نحكيو يقول لك الناس كي تحكي معاهم هما عندهم كيفاش يقولوها عندهم وعي بالصوره اللي يحبوا في اي فيلم كان معناها فما شكون يتعصب يخرج بالسيف معناها كما كان يفكها وفما ولمين مش فماش برشا منهم هذوما اللي يسمع ويخلي من الناس راحتهم كامله وفما اللي يربط معناها الثقه هي لابد منها انا نقول لك الفيلم تاع حمزه فما ثقه كبيره زاده كيما عدم الثقه المشترك بالنسبه لي انه فما ثقه عرف المخرج يخلي يحس بها الانسان اللي باش يصور انك ما تقدروش خاطر حمزه ما تقدرش تقول ما تصورش اما هو كل حاجه صورها منهم ورا هذا ومع عداه لما كانوا هم موثقين فاعطاه الثقه هذيك انه باش ماهوش باش يهدر بدا باش توري افلام تقدر تسيبهم في انترنت تقدر تسيبهم في يوتيوب ما عندها حتى انا فاهمني خاطر هادو حوايج تقدر تسيبهم في طاق عندك تيليشارجيهم تشوفهم تقدر تشوفهم مع صحابك مي جاب لي ربي انا نقول لك اللي دار فاهمني تسمى نسيو نوروا افلام في اماكن كيما هنايا
جابني ربي احسن و ليكم كيما لينا نشوفوا افلام ماشي موالفين نشوفوها.